مع ضيفي شريف سالم هستعرض مع حضراتكم بعض اللقطات في ماتش انبي امبارح اللي اتكلم او توضح لحضراتكم بشكل اكبر فكره قدره الاهلي على الاستحواذ، انه يفرض اسلوبه ويفضل يفرض سيطرته جوه الملعب، وقدره الاهلي من ناحيه دفاعيه بقى ازاي تسترد الكره او تسترجع الكره في اقل وقت ممكن. ده يمكن الحالات اللي مجهزه لنا شريف واللي هنتابعها مع حضراتكم توضح ده بشكل اكبر. نبتدي بالاستحواذ دي. يلا هنا بعد الهدف على طول النادي الاهلي استحوذ على الكره، اتلعبت لحارس المرمى راحت طويله بعدين استردها علي معلول. هنبدا نمشي مع الصوره دي كانت في الدقيقه، نرجع للصوره اللي فاتت لحظه واحده، نرجع ل 2 الصوره 44. دي كانت في الدقيقه 2 و44 ثانيه. تمام. اخر تمريره طلعت وهي التمريره رقم 39، عملنا 38 تمريره صحيحه. ايوه التمريره رقم 39 اللي هي الاوفر اللي عمله اكرم توفيق اللي هو. تمام. الصوره اللي بعدها دي التمريره اللي فقط فيها الاهلي الكوره. فبنتكلم تقريبا على استحواذ لمده دقيقتين في 39 تمريره. أيوه. فبنتكلم ان كل ثانيتين بتعمل تمريره، ده بيدل على حاجتين، ان نسبه الاستحواذ نسبه جيده جدا وان فريق النادي الاهلي قادر يستحوذ بشكل جيد، والحاجه الثانيه ان انت كنادي اهلي قادر تعمل عدد تمريرات كبير في عدد ثواني قليله. وده يعني اللعيب ما بياخدش الكوره ويقف عليها يعني مش بنضيع الدقيقتين في ان احنا محمد الشناوي واقف ورا ماسك الكوره تحت رجله، لا. تمام. احنا بنضيع دقيقتين في عدد تمريرات كبير جدا في عدد ثواني قليل. ده بيدل على قوه الفرقه في الفلسفه اللي وصلت لها او. تمام. فلسفه اللعب اللي النادي الاهلي بيلعب بيها. هنا بقى وصلنا لانه هل انت كنادي اهلي قادر فعلا تنفذ ده بشكل جيد او لا؟ تمام. الارقام بتقول كده. تمام. ان في حاجتين مهمين، في ارقام فاكت حقيقي. تمام. مش هنقدر نغير فيها حاجه. مظبوط. وفي وجهات نظر فنيه هنا. صحيح. بقى ممكن يعني ناس تختلف ناس تتفق. which is fine. تقول لي انه ال 38 باس الناجح دول تمريرات عرضيه اكتر منها. تمام. دي قصه ثانيه. لكن احنا بنتكلم على قدره الاهلي على الاستحواذ والسيطره على الكوره، انها في خلال دقيقتين تقدر تعمل 38 تمريره وتوصل بيها فانك تبني الهجمه عشان تعمل كروس بتاع اكرم ما وفقش في العرضيه، او يعني ما العرضيه ما كملتش او ما وصلتش، دي قصه ثانيه. العرضيه ريسكي بول، فاحنا بنتكلم انها 50-50. لكن انت وصلت بالكره من لو جبنا الصوره الاولى هتلاقي ان الكره عند علي معلول. ايوه. في ناحيه الشمال عند نادي الاهلي. في نص ملعب الاهلي. في نص ملعب الاهلي. ايوه. وصلنا بال 38 تمريره ان احنا قدرنا نلاقي المساحه اللي محتاجها اكرم توفيق علشان يعمل عرضيه كويسه. ويوصل لنص ملعب او بوكس بتاع فرقه انبي. فيبقى انا نجحت بعدد التمريرات. تمام. طيب نروح للحالة الثانية. الحالة الثانية بدأنا الاستحواذ في الدقيقة 8:45 ثانية، وهنا الاستحواذ في الدقيقة نروح الصورة اللي بعدها 10:22 ثانية. تمام. almost 2 minutes تقريبا دقيقتين نفس الحاجة، بس الهجمة دي احنا وصلنا لعدد 32 تمريرة فقط مش 39 زي اللي قبلها. لكن هنا برضو بيدل على ايه؟ انت فرقة احرزت هدف، لك وجود في الملعب، قادر تسيطر على الملعب بشكل كويس جدا، 10 دقائق وان سايد جيم. وطبعا هنكمل بقى مع الصور بعد كده في استعاده الكوره. النادي الاهلي لحد الدقيقه 27:30 ثانيه اللي احرزنا فيها الهدف الثاني وان سايد جيم. تمام. النادي الاهلي مسيطر على الملعب، كل انش في الملعب النادي الاهلي مسيطر عليه بشكل كويس جدا. نبدا بقى نروح هنا ده شغل تاكتيك، ده شغل فني، ده شغل بدني، يعني عشان تقدر توصل لانك انت تعمل ده للحاله دي لابد انه يعني ده يكون وراه شغل على المستوى البدني وعلى المستوى الفني طبعا. مزبوط. وعلى المستوى التكتيك، كل المكونات اللي بتشتغل فنيا في النادي الاهلي من اول بيتسو موسيماني لحد اخر حد بيشتغل في الجهاز، كل الناس بتأدي شغل كويس، ده الريزلت بتاعتي او النتيجه بتاعته. تمام. طيب هنا هنتكلم هنا استرجاع الكره، استرداد الكره مره ثانيه. بالظبط. احنا شرحنا في انترو عن الموضوع، ممكن بقى نمشي الصور. يعني هنا مثلا النادي الاهلي فقد، معلش الصوره اللي فاتت لحظه، ممكن نرجع الصوره اللي قبلها. هنا الاهلي فقد في الدقيقه الاولى و8 ثواني. ايوه. النادي الاهلي بعد ما فقد الكوره في نص ملعب انبي قدر يستعيد الكوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها بعد ثانيه واحده. بعد ثانيه واحده. ايوه. بعد ثانيه واحده من الضغط نكمل الكوره 11 ثانيه كان النادي الاهلي قطع. اوكي. يعني النادي الاهلي ضغط وقطع، عمل الديفنسيف ترانزيشن، التحول الدفاعي، في ان انا قدرت ان انا فقدت الكوره ب 8 ثواني استعدتها في 11 ثانيه. يعني في خلال 3 ثواني انا فقدت الكوره وقدرت استعيدها تاني. نروح الصوره اللي بعدها، هنا الدقيقه 2:36 ثانيه الكوره عند حارس المرمى، يعني عنده مساحه، يعني في ثواني هتضيع مع حارس المرمى. الصوره اللي بعدها
هنا استعدنا الكرة في الدقيقة 42 ثانية. فاحنا برضو بنتكلم على عدد ثواني قليل بالرغم من الكرة مع حارس المرمى. الصورة اللي بعدها الدقيقة 10 28 ثانية. الصورة اللي بعدها النادي الأهلي استعاد الكرة في الدقيقة 10 32 ثانية. اللي قبلها كانت كام معلش؟ 28 32 4 ثواني. تمام. يعني برضو نفس اولموست نفس الريت. ايوه. نمشي اللي بعدها 13 32 ثانية النادي الأهلي فقد الكرة. هيفقد الكرة في اللقطة هو دي. هو 13 32 كرة مع الأهلي هنا. هنا فوق 33 فقدها. مين اللي بياخد السكند بول؟ عمرو السلية. الصورة اللي بعدها عمرو السلية. هو عمرو السلية بره الكادر لكن هو موجود في الكور. السكند بول بياخدها عمرو السلية. فهنا احنا بنتكلم على الشراسة اللي بيقدمها النادي الأهلي في الأوفنسيف ترانزيشن، إن أنت حتى لما بتخسر الكرة بتقدر تستعيد السكند بول في خلال ثواني، وبتقدر ان انت حتى لو ما اخدتش السكند بول لا انت بتقدر تضغط بشكل كويس جدا تستعيد الكوره في اقل عدد ثواني ممكن. هنا برضو هنرجع للنقطه اللي حضرتك قلتها، انه الجهاز الفني بيشتغل ازاي بدنيا وفنيا مع اللعيبه نوصل للمرحله اللي احنا فيها. أيوه. الصوره اللي بعدها الكوره مع لاعب امبي بيعمل كنترول في الدقيقه 17 23 ثانيه 28 ثانيه كان النادي الاهلي قطع. ودي كوره هتتلعب بعد كده من حمدي فتحي هناخد منها كورنر. فبنتكلم انت برضو بتتكلم في نفس الريت من 4 ثواني ل 8 ثواني، وده رقم جيد جدا. يمكن النادي الاهلي بقاله فتره ما عملوش. النادي الاهلي بقاله فتره لما بيفقد الكوره بيشتغل شويه بشكل ما فيهوش نفس الشراسه. فهنا بنتكلم ان انت بدنيا وصلت للشيب بتاعك، فنيا وصلت للشيب بتاعك، فانت شارب جدا في التعامل ان كان في الاوفنسيف او الديفنسيف ترانزيشنز. برضو هنا بنتكلم تقريبا على نفس الارقام. دي الكره هتتلعب كورنر خلاص مش عايزينها. الصوره اللي بعدها هنا الكورنر بعد ما اتلعب رجع لفرقه امبي. المفروض ان فرقه امبي هنا بتعمل كاونتر اتاك في الدقيقه 18 11 ثانيه. الصوره اللي بعدها 18 14 ثانيه النادي الاهلي استعاد الكره 3 ثواني. يعني حتى الكاونتر اتاكس انت مسيطر بالرغم من ان انت عندك تقريبا 7 او 8 لعيبه جوه منطقه الجزاء عند امبي. نمشي الصور اللي بعدها برضو بسرعه لانها بتقول نفس الكلام. 21 ثانيه 21 ثانيه واللعيب عنده مساحه انه يقف طبعا وجنبه كذا واحد من زمايله وفاضيين مش مضغوط عليهم بالظبط. 21 ثانيه اولموست 29 هنكون قطعنا. الصوره اللي بعدها 28 ايوه قطعنا عند ياسر ابراهيم. فاحنا برضو بنتكلم على نفس الريت نفس الشراسه اللي بيقدمها النادي الاهلي. نمشي بعد كده في الصور برضو هنا نفس الحاجه. حسين الشحات خسر الكوره في الدقيقه 30 وثانيتين. الصوره اللي بعدها استعدنا الكوره في 11 ثانيه فبنتكلم تقريبا 9 ثواني نفس الريت من 4 ل 8 ثواني. يمكن الصور اللي بعد كده خلاص نروح للجزء بتاع اللامركزيه. كل دي يا شريف امثله يعني نماذج يعني نقرا منها عشان نوصل لل بالظبط. احنا عرضنا تقريبا 5 أو 6 حالات. أيوة. كنا ممكن نخليهم 12. أيوة. يعني بس احنا طبعا مش هنقدر نعرض كل ده، لكن ده هنا احنا بنقول الانديكيشن ايه المؤشر بتاع الفرقه ايه. الحاجات دي هي اللي بتوضح المؤشر. ان كان زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 4 مومنتس 4 لحظات في الكوره، لحظه ما انت بتهاجم ولحظه ما انت بتدافع ولحظة ما انت بتعمل تحول هجومي ولحظة ما انت بتعمل تحول دفاعي. أيه. التحول الدفاعي هو شراستك في استعادة الكرة. كمان نسبة الاستحواذ اللي وصل لها النادي الاهلي الشوط الاول 75% وامبي 25. كل ما عدد الثواني اللي انت بتقدر تستعيد فيها الكرة بيكون قليل. أيه. ده بيدي انديكيشن ان انت بتستحوذ اكتر. مظبوط. لان الفريق التاني مش بيقدر يستحوذ على الكرة. فنروح للجزء اللي انا كنت شايف ان هو كان مهم جدا، وبرده النادي الاهلي عنده استاتيكية شوية في التعامل في الماتشات اللي فاتت. هنا بقى الجزء الديناميك حصل اللي كان بقاله فتره ما بيحصلش، ان انت ما بقتش عارف هو حسين الشحات بيلعب فين وكهربا بيلعب فين وقفشه بيلعب فين. هنا ده هيحصل بقى. هنا الكوره مع حسين الشحات هنفترض ان هو جناح شمال. أيوه. هو في المشهد ده جناح شمال. شمال هنمشي الكوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها. هنا بيستلم حمدي فتحي. مين اللي على الدايره؟ محمود عبد المنعم كهربا. تمام. يبقى مين اللي بيلعب في الزون بتاعت صناعه هنا اللعب؟ يبقى مجدي قفشه بالظبط. مين هنا بقى اللي بيلعب في منطقه صناعه اللعب؟ محمود كهربا. الصوره اللي بعدها بنمرر الكوره. محمد مجدي قفشه بيبدا يستحوذ في المنطقه بتاعت صناعه الكوره. هنا لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان عمرو السوليه بيبدا يشاور
ان احنا محتاجين نروح الجزء الثاني الفاضي، ومحمود كهربا على الدايره في المكان اللي حضرتك دايما بتشوف فيه محمد مجدي قفشه، نمشي الكره اللي بعدها، بعد كده الاشاره اللي طلعها عمرو السوليه ان احنا نطلع في الفاضي وصلت، بعد كده دي حاله جديده. لو حضرتك ركزنا في الكره دي هنلاقي ان كهربا بقى جناح شمال فوق خالص، اللي بيعمل السبرنت كوينج رايت هو محمد مجدي قفشه، طبعا الاستحواذ المساحه بتاعت الاسترايكر واخدها والتر بواليا، واللي جاي من تحت بيقفل او بيأدي مركز صناعه اللعب في زون 14 اللي هي المفروض بياخدها محمد مجدي قفشه، بياخدها حسين الشحات. ده تبادل المراكز بين لا مركزيه عبقريه طبعا. تمام. هنكمل الكره اللي بعدها. هنا نركز بقى في الكره دي، الكره دي كانت في الشوط الثاني، انا برضو حاولت ان انا ما نجيبش حالات كتير عشان ما نبقاش بنقول نفس الحاجه. الكره دي مين اللي في الجناح اليمين؟ والتر بوالي. مين اللي جاي من تحتيه؟ محمد مجدي قفشه. مين اللي راح مهاجم؟ محمود عبد المنعم كهربا. فهنا برضو بنتكلم على نفس الحاله، واللاعب اللي جاي من تحت هو حسين الشحات. نكمل الكره، بعد كده هيبدا بقى النادي الاهلي لما يبدا يسند الكره بعد الكاونتر اتاك، قفشه جنبه بواليا، قفشه وبعد كده بواليا تحت بيقوم بالدور المفروض يقوم بيه قفشه، اللي مكان بواليا كهربا. طيب. وهنلاقي حسين جاي من تحت. تمام. من مركز عامل انسايد وينج، عايز انسايد وينجر يعني، جاي من ناحيه الشمال لقلب الملعب. ايوه دي الديناميكيه اللي انت بتتكلم عليها، واللي كان ما كناش حاسين بيها في ماتشات الاهلي الاخرانيه.